كل الخيارات هذه أربع أوبشن. ممكن تحط سب لاين إذا ما حطش ولا أوبشن هذول إيش هتسيب بعد؟ هتسيب السطر إيش؟ بالفعل اللي هي استفاضه زي أي برمجة اللي هي نيولاينز اللي هي إمتي لاينز أوكي. وبعدين بتقول إيش إذا في إستراكشن تكتب للنون تبع الإستراكشن أو ممكن تحط دايركتيف للإستراكشن أو سيدو إستراكشن. معناته إما إستراكشن حقيقي أو سيدو إستراكشن تمام أو زي الانتري وزي الانتري الاريا الدايركتيف. وبعدين لو بدك كومنت بتحط سيمي كولن وبعدين بتحط ايش كومنت. كل هذه الهي الفيز ار ايش ار اوبشنال. اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن اسماء انت بتختارها عشان تمثل بعد كده عنوان مكان الميت. عنوان مكان الميت. بس ليت انت الف كما بدل ما تستخدم عنوان تستخدم مين؟ اللي هو زي اي روك برضه تمام؟ طبعاً خلاف هذه الليبلز بتكون يعني أسماء عناوين الناس السيمبر بيحولك يا إيش إذا صمم الباير يعني الأفلام اللي بعرفها شوف ولا قلنا أنت أذكر كمان جالس يقول إيش إني مضط نو تنوم الربوع عايز إلا الساحة تبغى تطلع على إيش تقدر تعرف تمام مين بس بالأدرس اللينكر بحس اللي هو الأدرس لو حطيت الأدرس حقيقي من فعش من أدرس إلى بعد اللينك إذا استخدمت اللي هو الليبل اللي معاد ليش مرات يتركون لك بروغرام هو من هذا بروغرام تمام؟ تمام أرسم لي واحد لحاج وعندي يولينك اللي تغير مفتش يولينك دنيا مع بعض بزادة كوين لك لك يستعمل التنك كل أسانيشن بعد ما يعمل لينكين ويحط اللي هو إنك كل بروغرام في مكان وبعد في الآخر بيعرف العمل مين بيحدد العمل في الآخر؟ اللينك هو محدد إيش؟ أقول أنا أسمبل على سريع قصدي أسمبل أنت إيش أنت لينك أسمبل أنت إيش كل الكلام لما شطر واحد ولا طلع على القوات كان بعد ما كتب الصوص بيخش على الأسفل بعد كده لينكر اللي طالع بشكل أوبجكت فايل بيخش على لينكر مع الدابز مع إيش مع الدابز لينكر هو اللي بيعرف إيش في الحالة الدابز إيش اللي هو النهاية أوكي طبعا الليبل نيم كان بي أي ليبل كان بي ديفايند هي وانس مفروض ما تستخدمش ما ينفعش تستخدم اللي هو الليبل أخر أكيد طبيعي وبعدين اللي هو الليبل قال لك في الكي لازم تبدا بايش؟ من اول سطر من اول حرف في السطر لازم تبدا من هناك تمام؟ ولو انه بيقول لك في بعض الليبل اسمها تقدر تبدا الليبل في اي مكان من السطر لكن في الكي لازم تبدا من ايش؟ من اول السطر تمام؟ وبعدين الانستراكشن اللي انت هتستخدمها والدايركت الاوبسيد الانستراكشنز تمام؟ ما سيبو سيدي ماي وقت سبيكس ده اللي قبلها وقت سبيكس حتى لو انت مش في داخل اللي هو ليبل اللي لو في استراكشر دايركتيف لو كنتش قبله اللي هو فيدرا هايز اللي هو تو ستارت وذ ات ليست وان وذ ات ليست وان وقت سبيكس ايش وقت سبيكس اما اذا اللي هي سبيكس عادي او تاب او اي عدد من سبيكس تمام اما تاب او تابس اي عدد من تابس او اللي هو سبيكس عادي اللي هو حتى لو استخدمش ليبل لو استخدمت ليبل لازم يبدا من اول حرف لما فيش ليبل تمام اللي هو لازم يسبق الانستراكشن او الانستراكشن او الدايركتيف يسبق ايش؟ وايت سبيس وايت ايش؟ ممكن تستخدم اي عدد من بلانك لاين زي ما بدك عشان يكون الكود اللي جمعه اللي هو ريدابل تمام هنشوف احنا في التيبل هذه مدينة اللي هو السبب تبعت الارض تمام؟ تبع
تبعت اللي هو الار نشوف بعد فيها سنه تبعت اللي هي 7 كودكس 4 تمام الستاتس تبعت الار نشوفها اللي هي تطلع الار عدد هذا الستاتس نشوف عدد المريض الان وكالي انت مش عارف ايش هو السي كذا عدد قليل من الستاتس مش مباشر اللي هو اكثر لكن حتى مع العدد القليل مش مطلوب لك الفحص ولكن انت اذا اشتغلت بوام كثير لا يلزم فيك الفحص مش لازم الفحص ولكن اسيبك تساعدك تبتدي with something تمام لو انت بدات اول حرب تجيب لك بدي لك اوبر هذا بتختار منه طبعا حبيب الكلام هذا بقول لك ان كانت ار اسامها السيملر بيستخدم لانجوج يونيفايد اسم يونيفايد السيملر لانجوج يو اي غير اليو اي اليو اي يونيفايد السيملر لانجوج بقول لك ان كانت ار اسامها بيستخدم يونيفايد لانجوج اسمها يو اي تمام هذه شواطئ هي بيت شواطئ وبالتالي اللي هو يعني لغت نقول وحلت محل الار لانجوج القديمه وصار بيش القديم ماشي الحال تقدر تكتب ايش باليو ال ايش هو على طول اوكي بدي لك مثلا هنا طلعت فورمات هذه اول فورمات اول ار ار فورمات لو تعمل مثلا مو الار 0 والار ان وتعمل دول كان شفت مقدار معين الار ان وتضغط الار دي ورايت بالفورمات هذه اللي اول فورمات لكن باليو ال شوف الفورمات تبعتها نعمل شيفت دول كان شيفت هاي الار الماضي ومقدار الشيفت يعني بشكل اريد اقول اكثر من شيفت ولا يعني هو مفهوم صار لوجيكال شيفت ليفت تمام لميا للار كم مقدار الشيفت القيمه هتكون تحط ريزلت الار لكن هنا شوف هنا لوجيكال هنا شوف ايش بيسوي انكب بيانات ار لوجيكال هاي الار لكن دول كان شيفت ليفت والمقدار هذا لمين؟ للضغط طويل لكن هذه هنا مورده اول شوي شيء كويس اي نعم وبعدين مثلا لو بدك تعمل لور مثلا كونديشن لو في كونديشن اوكي الاس بي يعني شوف هنا غيرت يعني هنا صارت الدي ار اس بي وبعدين حط ايش الكونديشن طبعا الكويس انه قصده يعني انه عاوز يقول انه وحدوا اللغتين اللي هي الار والطا يو نيد تو رايت انه يصبح اللانجوج هي ايش؟ اللي هي البروفايد اللي هو لو انت كتبت اللي هي كود باليو اللي تبع الاسمبلي تمام بتحول لار او صم او صم تمام او صم دوكا او صم ايش؟ يعني طبعا بيحول هذا لمين حسب الصوره تحت ايده لو قلت بصورة انت بتكتب يو 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 بتكتب يو يو لو بصورة تبقى المختار اللي هو ثم بيحول ايه لو ثم بيحول ثم لو ثم بيحول حسب ايش اللي تحكي اوكي ماشي بقول لك شغلة هنا مهمة لو عملت سيستم للكود انت لو كتبته بالكود وزيد للنمبر برودكت وعملت سيستم بيطلع لك اياها باليو ال نوتيشن لكن في شغله غلطنا مره اول لما شفنا اول كود جينا الاسمبلي حاطط فوق السطر وطلعنا على الكود لما في الميموري الويندو الثاني اللي هو ديس اسمبلي تبعته بيحاول يشوف الاسمبلي كتبوا بيشغلت من المعمل الصوتي فاكرين؟ هذه يو اي هذه يو اي تمام يعني دي اسمبلي بيستخدم شيء قلت لك بيستخدم ايش؟ يو اي ممكن يدي لك شيء شكله بشكل مختلف عن الاصلي لكن هو فانكشن دي ار اس نفس الشكل كماشين كونفكتش نفس الشيء نفس الشيء لكن لما بيطلع لك اياه كسورس كود كديس اسمبلي بيستخدم اي لانجوج يو اي لو شفت شيء عملت شفت السورس كود كتبت مثلا سم اور فورمات بيجيب لي شيء يتغير ما تقول صغار ولا شيء هذا ايه؟ دي ار فاكتي ايش؟ دي ار اللي هو الاسير اوكي واذا بدك لك مدتين على الـ طلع على ريل فيو اسيمبل يوزرز جايد موجود او بيجمع الـ دليل
تنفي الدوز تمام؟ اوكي ماشي، هذا ما بيلزمش الكلام. اوكي بقول لك لو انت احمد مضطرين نمشي مع الكلام اللي هو سطر سطر كده كده مش هيقول لك سطر كده ولا هنا. اوكي ماشي، شغلات فيها بسيطه بس لازم تمسحها، لازم ايش؟ تمسح اللي هو لازم اللي هو التنبيه. اوكي لو انت مستخدم الكي تول ويقول لك انفيرسي الكورن الاون اي لاين معناته بدا ايش في الدواء هذا الانفيرسي الكورن في الاون ايش في الدواء؟ هل ممكن تقول ايش في الدواء؟ انفيرسي الكورن الاون اي لاين انديكيت ذا بيجينينج اوف وومن ايش في الدواء؟ هل فهمت منها انه بس انه في اول سطر الذي في اول سطر في الكولوم؟ لا بعد ما خلص الكود بعد ما خلص السطر تمام؟ اي بعد ما خلص السطر الاول سكون من ايش؟ بجيب بعد الكولوم بس لما هذا فهمت اوكي خلي بالك من اللام اللي هو انجليزي او كذا حتى لو عربي تقرا الكلام لان مرات في طالب مثلا بيجي مثلا بيكتب شغله في الامتحان او بيقول على المكتب ويقول لي جاي الكلام اللي انت قلته او انا في الوقت لما بتقرا الكلام بنلاقي الكلام مظبوط تمام؟ إذا أنت أي سمي كولون بدك سمي كولون بدك كومنت بتحط سمي كولون من الآخر يعتبر إيش؟ يعتبر إيش اللي هو كومنت تمام؟ لكن لو بدك سمي كولون جوا سترينج تقدر تحطها زي مثلا أحيانا مثلا الـ ABC سيتس أداله في مكان بيجي سمي كولون ساعتها سيب واحد كل جزء من السترينج جزء من إيش؟ من السترينج لكن لو كانت برا أعطوا هذا بداية إيش؟ بداية اللي هي كومنت. وكان اللاين هذا في كومنت؟ مش في كومنت، مظبوط. وبعدين نهاية السطر هي نهاية الكومنت. تمام؟ نهاية السطر هي نهاية إيش؟ كومنت. الكومنت ممكن ياخذ سطر كامل إنك تحط اللي هو في أول الحرف. سيمي كولن ساعتها كل سطر يعتبر كومنت ماشي. انا عمال بنط التي اي تبع السي سي اس كومبوزر ماشي ولكن انا مش فقط على مين على الكي اي نفسه او اي طول ثاني توفى لك انه طبعا خصوصياته لكن اذا مش تعلم ايش هو انا مسلم على الكي لو انت لحالك على الكي نفس الاي اوكي طبعا مثل ما سام كونسنس في الشغل اوكي الكونستانس ممكن يكون ديسيمال زي الرقم هذا 120 اكس اكس اللي تحط في الاول 0 اكس وبعد تستخدم الارقام اللي هي 0 لغايه الاكس زي ما تعرف الباينري صفر دي اوكي او ممكن تحط تكتب السمول ان اندر سكور وبعدين الرقم اللي هو بحيث ان يكون الان هو البيز تبع الرقم من 2 مسموح لغايه كام؟ 9 لغايه اللي هو 9 تمام والاكس اكس الرقم هذا ايش في البيز تمام لو اضطريت بس طبعا اثنين ممكن يسهل الاثنين شيء ولا اللي هو البند لكن اللي هي حدود ثلاثه او اربعه خمسه طبعا غالبا ما يستخدموش لكن ان كيس يو بيز يو كان تمام ساعتها تستخدم الفورمات الان البيز واندر سكور بعدين الرقم تبع البيز اللي تختار نظام اللي انت بتشتغل عليه البيز اللي تختارته حسب زوم شغل صار الصوت اطلع هيك هي المرة واحدة بتضيع وانا هو كنت صوت واطي شوية كنت بقدرش اعلي اكثر من هيك فلو عليه تعلي ما تكتب بعد كده حنزل اعمل ديكريت وارجع للديفولت تبع ناس خلقي لو بدك تستخدم كاركتر كونستان تقدر تحط سنجل كاركتر بتويت سنجل كورس سنجل ايش؟ اللي هو كورس بتحط اما كاركتر عادية او سكيب سكيب كاركتر تمام زي مثلا باك سلاش لاين يعني معناته نيو لاين مثلا في سم سكيب سيكونس اخذوها في اللوجيك اوكي بتحطها بال اوكي بتوين سنجل ايج اللي هو كورس لكن لو عندك سترينج بتحطه بتوين دبل ايج دبل اللي هو كورس في الستاندرد سي ممكن
تستخدم الشيء ان السكيب سيكونسز مو بيستخدمها جوا الستريمز تمام، لكن تفسيرها بيختلف من اصغر لاصغر. بالنسبه للكي تشوف مثلا لو قلت له موف ار 3 و ايه والموف الاسكي ريبريزنتيشن تبع الكاركتر ايه وحطه وين واحدة بشيء فاكرة بكون إيه سوين سينجل ريكورس. لو أنا في جلوبال سترينج اسمها STR قلت له STR 6 فلو وبعدين باك سلاش تمام يلزم في بعد حطينا الباك سلاش اللي بيو لاين حطيناه في الكومنت في السترينج بينفع وهذا ايش معناتها هذا سطر جديد انا بقول هو سطر سطر جديد وبالتالي لو بعد كده عملت اسماء سكرين حيطلع كده هو سطر عن رايت على فهم التعلم تعلم وبعدين وبعدين انا انزل سطر كاس سطر ايش كده اللي هو طبعا كل الحلقات طبعا مره واحده اكيد بقول لك بالنسبه للكي تولز في لهم طبعا في لهم كيس رولز هل ابر كيس ولا لور كيس بالنسبه للمنافسه بيقدر بقول لك تقدر تكتب سكشن مونكس او دايركتر او سبول بريسر نيمز يا كلها بالابر كيس او كلها باللور كيس اذا نيم معين يعني يا كل النيم بالابر يا كله ايش باللور لكن يو كانت ميكس مثلا اذا لو انا بدي اكتب اد بينفع تكتب اد تمام او اد لكن ينفعش تكتبها مثلا كابيتال وبي وبي سمول تمام لكن بنفع في الاكتب هذه الاد كلها كابيتال والسطر اللي بعد اكتب الاد كلها ايه سمول عشان ما تعملش شيء ما تعملش شيء لخبط نفسك على الالفاظ انت ما تستخدمش يعني مرات استخدام كل المسموح بيتعب ويجيبش ملوش فايده صح ولا لا؟ خلي ستاندرد عشان تعمل شغل يضغط نو انك تعرف كل المسموح قلت على الورق قديش عرفت من الورق قديش عرفت من إمكانيات الورق 20-30% لا تعرفش ولا 10% فعلا كتير انت 20 انا بعرف 10 ماشي زعلت 30 لا انا 10 وإذا قلت نوبة لو نعرف من عشر من تأمشي أنا قلت ماشي شو قديش أطلع فاعدة وعندك تشاهد في كذا 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 تعبيري في الفورمات تبعت المعادلات وكذا خلصنا شيك لكن الرخص في شهادات كاملة ما شاء الله ما شاء الله اوكي هذا القصي يضرب شو تبغى بتيك عشان ماشي شو لك شو هذا كنا لكن على كل هذا بعد ما تطلع على التعلم بس مش شرط في أن ما تكون عاد تعيش ما على كل ما تطلع التعلم مجرد ما تطلع وهذا المفروض لما تطلع تكون عندك قدرة هذا ما تطلعش عمل بحيث كذا وتروح على الشغل الموظفين اللي حواليك مش فاضيين يعلموا كل اللي وراهم وبتعرف لازم يخلصوها مباراه ممكن يجي لك كذا او كذا لازم انت تفتح كمان وتتعلم حالك زي بقول لك عشان تخلي سورس فايل اذا تريد الكي بيقدر تخليك تسمع لك هكا سبيت للسنج لاين على تكسب السطر على كذا سطر بانك تحط اللي هي باب سلاش في اخر السطر يعني شوف مثلا شوف هذا سطر هذا سورس وهذا طبعا معناه ما كفاش السطر فحطك راح حطينا سلاش باب سلاش باب سلاش ما هي جزء من السورس بس بيعرفوا انه ايش انه انا بدي اكمل على التكميله نفس السطر لو هنا خلص بتحط في اخر في اخر كمان ايش كان باك سلاش ما تخلص بس اخر ايش اخر جزء بتحطش في اخر باب اللي هو وبلك بقول ما يكونش اي كاركترز بعد الباك سلاش تمام لا سبيس ولا تاب ولا ايش الاند اوف لاين سيكونس تمام اللي هي الباك اند بيتعامل مع الوايت سبيس معروف طبعا كلنا الوايت سبيس اما اللي هي الاند اوف لاينز اي عدد او سبيس عدد سبيس بار او تابس هذا كله يعتبر وايت ايش وايت ايش اللي هو سبيس ولا بالكيل ممكن
هي في السطر لغاية 4,000 طبعا هاي كودك الاستنشن باك ستاشر والسكيبس بس انت مصوري مصوري ونقلي في الاسلام شيء كودة تخيلها تخلي الكود يعني في العالي هو بقول لك هذا المسموح لكن مش كتبت مش خصوصا لا تنظر في الوصول الكود زي نظر كده دكتور رجع في قال شب دكتور اظن هي شيء قالوا له اول مره شفت في الجامعه محاضر على الوحده ونص فالتالي
عندنا واحدة عندنا عند الطالبات من 12 مساواة.